اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ونتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان في صباح الشروق. وقال الشاعر معروف الرصافي: إن رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقا، واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. تلك الفنون المجتهات هي التي غصن الحياة بها يكون وريقا، وهي التي تجري النفوس فتمتلئ منها العيون تلألؤا وبريقا. فالشعر أحد الفنون الجميلة المميزة، ما بين الكتابة ومسافة الكتابة الشعرية، وما بين أيضا اللي بتعتمد على الخيال، وما بين المفردة، من لقينه كثير من الأشياء وكثير من المفردات الرصينة الجميلة اللي دائما بيكتبوها أصحابها نسبة لظروف معينة ونسبة لخيال معين. قد تكون واقعية وقد تكون خيالية، لكن في نفس الوقت هي مفردة جميلة بتمس إحساس شخص آخر، بتصل لإنسان آخر موجود سواء كان قريب أو بعيد. المفردة دائما ما بتعبر عننا وعن جوانا. فالشعر عنده طريقة مختلفة تماما. أنا بحبه لأنه بلقى نفسي فيه، لأنه بحس أنه بعبر عني. مرات بحس منه الكلام والشعر ده اتكتب عشاني أو يتكتب لي، يعني بعض مرات. ما في شك أنه عملية البناء الآن بتستشرف في السودان مستقبل واعد بإذن الله، تبدأ عملية البناء من الإنسان نفسه. لذلك ضيفنا بنى نفسه جيدا منذ الصغر، عاشق الفن بكل ضروبه والأدب كمان. احنا نتعرف على جوانب مختلفة عن شخصيته، إبداعاته كمان وإصداراته الشعرية المختلفة. أهلا وسهلا أستاذ الشاعر المستشار أحمد البدوي التني، متخصص كمان في مجال الموارد البشرية وإدارة التغيير. صباح الخير. صباح النور، أنا سعيد أكون معكم في إطلالة من خلال برنامجكم الناجح جدا أخوان حمزة ولينا وفريق، وأشكر أيضا فريق البرنامج. عادة الشخص بيبدأ بالمكونات الأولى، والمكونات الأولى لحسن حظنا إحنا في متوسط القرن الماضي، خلينا نقول في نهاية الستينات، كنا محظوظين لأنه لما بدأت المواهب تظهر في المدرسة المتوسطة كان هنالك يعني عدد رايع من الأساتذة الأجلاء اللي هم علاقتنا تمتد بهم إلى اليوم، يمثلون دعما متواصلا. هم الذين صححوا القصائد الأولى، هم الذين شجعوا على الاستمرار. وأخص بالذكر هنا أستاذي يوسف أبو عاقلة والأستاذ عبد الباقي الإمام لدورهم المباشر في رعاية الجمعية الأدبية. وعلى أيامنا كانت الجمعية الأدبية والمكتبة أهم ما يهرع إليه الطلاب أو التلاميذ في الفترة هذه. وبالتالي هذه بداية الإرث حقيقة، تفتحت عيوننا على حب الشعر والأدب من ناحية عامة. وكانت المكتبات، يعني أنا أذكر مثلا في المدرسة المتوسطة ننتظر بفارغ الصبر مجيء المجلات على القطار إلى مدينة مرابع لنستمتع يوم الجمعة يعني ما تكتبه الصحافة المصرية، وخاصة مثلا مجلة الهلال والكتب التي أصدرتها. فأحب أن أشير هنا أنه عملية البناء نفسها عملية بتاخذ وقتها، وخلال 4 عقود الماضية اللي هي أنا أمدت جلها في الغربة كان في تأثير واضح جدا لفترة التكوين على مرحلة صقل المواهب اللي هو تمت خلال عملي في أرامكو السعودية لمدة 26 عاما. طيب حنجل التنقل ده واحدة واحدة كذا عشان الأستاذ المشاهدين يكونوا معاك. يمكن أنت ذكرت أنه الأساتذة يعني من المتوسط أولى متوسط وخمسة ابتدائي زي ما بنقول كان هم رعاة وكانوا داعمين، لأنه الموهبة دي تنضج وتكون موهبة كبيرة. الآن هي أمامنا بعدد من الدواوين المختلفة وطبعة جديدة لديوان جديد. لكن خلينا نقول إنه لماذا تحديدا الشعر يعني دون الأجناس الأدبية؟ فالأجناس الأدبية كثيرة، إيش معنى الشعر تحديدا بالنسبة لك؟ والله الشعر يعني أعتقد إنه اختلافه إنه يفرض نفسه عليك. يعني صحيح بنعتبر إن الشعر رياكشن، أوكي، تمر بموقف شعوري قوي اوكي فتاتي القصيده اوكي من عن غير صناعه. يعني القصيده تلقى في روعك فتكتبها حتى لو امضيت الليل كله وانت تكابد حتى تخرجها. نعم، لانه ده الفرق. لكن اذكر في نفس السياق انه مثلا من نفس المدرسه تخرج الكاتب والصحفي معاويه حسن ياسين
الله يصبحه بالخير، اوكي، والمستشار محمد يوسف، بعضهم انشغلوا بغير الادب، يعني انشغلوا مثلا في القانون الى اخره وابدعوا في مجالاتهم. لكن الشعر، وارجع لسؤالك، يعني الشعر بيفرض نفسه عليك. نعم، يعني لانه المرحله العمريه اللي تكلمنا عنها اللي هي الاولى المتوسط، ما مرحله ما كبيره، يعني لسه الانسان في مرحله النضج وبيتعلم من الحياه، فبالتالي دائما بيقال انه يعني الشاعر بيكون مر بمواقف، بيكون يعني حاجته لحاجه معينه هي اللي اجبرته انه يكتب. السن اللي احنا بنتكلم عنه حاليا سن صغير. نعم. طيب يعني شنو من اللي تقول انه المواقف، شنو من المواقف اللي ممكن تكون هي اقوى مواقف لانك تكتب مفردات يعني جميله تصل للناس؟ 67 كان حرب حزيران، اوكي، وكتبت فيها اول قصيده وكان عنوانها فلسطين. للاسف غرقت في فيضان 88. فهذه المواقف اللي احكي عنها، اوكي، وعقبتها مواقف اخرى حقيقه جزء منها كبير كان حزين، فقد الاحبه. اوكي، لكن اثرت في ديواني الاخير، مع انه الديوان الاولى كانت تشتمل على المفرح والمحزن، لكن الديوان الاخير فصلت عن الديوان القادم الخامس واسميت الاخر عبق الذكرى، لانه يتحدث فقط عن من فقدنا، وفقدنا الكثير. طيب نرجع مع عقب الذكرى للابيات الشعريه. المشاهد الان متعطش انه يسمع منك بعد الكلام الجميل ده كله. فلو حاب تسمعنا حتسمعنا شو؟ نعم، تفضل. البدايات كانت في امور واضة، اوكي، والملاحظ انه في الفتره هذيك سبحان الله، يعني في يمكن لسه احساس بالموسيقى اكثر بحكم تعلمنا الاناشيد، الناس كانت بتلحن الاناشيد والتلحين، صحيح. نعم، ف احب ان ابدا بقصيده الى مدينتي. هي انا ولدت في الغيط، نعم، لكن مع الوالد عروس الرمال. نعم، عروس الرمال. مع الوالد كنت في كافة أصقاع السودان، منا في حلفة، في ملكال، في ود مدني، اوكي، في الفاشر، في الجنينة، في خشم القربة، في كسلة، تنقلت. فبالتالي واحد اكتسب يعني الإحساس بالبعد القومي، اوكي، وهو جانب مهم جدا. فالمقطع اللي بيقول فيه: وجهت وجهي إلى كعبتي وقلت قطاري ألا فلتسر، واسرع قطاري إلى جنة ترعرع فيها الهوى وازدهر، فاليوم أقبل موعد حجي، لعلي أمتع مني البصر، لعلي أزود قلبي الجريح بسحر لحاظ يزيل الخطر، لغز الجمال وسر الوجود فكيف يشق إليها السفر. جميل. هذه كتبت في العام 71. نعم. جميل. طيب بيقال يا حمزة إنه لكل شاعر، يعني شاعر بيكتب دواوين وبيصدر دواوين، في ملهم شاعر آخر، يعني بمعنى هي ما دائما هذه المقولة صادقة، ولكن بتكون تتأثر بشاعر معين في الحقبة الزمنية المعينة. منو من الشعراء اللي كان هو ملهم ومؤثر بالنسبة لك، بتحس بأنه هي أشعار ودي أنت تقدر تقتبس منها، تقدر أنت تكتب ما يوازنها وما يعادلها؟ يعني حقيقة يعني أقدر أقول أنه الواحد اقتبس من الجميع، ومبدئي زي ما علمونا في علوم التدريب إكلكتيك، يعني تختار من كل بستان زهرة. اوكي. فليس هنالك التأثر القوي، لكن الميزة انه وقتها يعني كان الاطلاع واسعا، كان التشجيع في المدارس والمكتبات الثقافية على ان نستفيد مما كل ما هو متاح، اوكي، من مكتباتنا ومكتبات الاخرين. استاذ احمد، يعني انت تكلمت عن التنقل وسر التنقل، لانه بحكم مهنه الوالد في العمل الحكومي جعلكم تتنقل في مدن السودان المختلفه، ممكن ده بشكل الهويه ذاته الشعريه بتكون متكامله، يعني لانه من زاويه شوفك بترسم صوره ذهنيه ايجابيه عن كل بلد انت مشيت ليها. شو تاثر كل بلد في السودان على شخصيتك انت في المقام الاول وعلى كتاباتك الشعريه؟ والله اعتقد انه يمكن يعني واحده من الاهداف في يعني خلينا نقول النظام الحكومي في الفترة التي أعقبت خروج الإنجليز من السودان هو مسألة الانتقال، يعني لا يسمح لك أن تبقى في مدينتك أيا كان السبب. فالفترة اللي احنا قضيناها مثلا في مدينة الأبيض، مسقط رأسي ومسقط رأس أبي، أوكي، أقل فترة في حياتي، فترة الباقية كانت كلها حول السودان. فالميزة
انك بتخلق صداقات، بتعرف اشخاص، بتتعرف على اقاليم، اوكي، وبالتالي تصير عندك النظره القوميه اللي اشرت لها يعني. نعم، اوكي، مشكورا. نعم. برضو ايضا من الاشياء يمكن هي مهمه ملهمه لكل شاعر برضو الاطلاع على الثقافات المختلفه الادبيه والشعريه. تعلم اللغات عنده دور اكيد. صحيح؟ بالتاكيد. نتكلم عن بالنسبه لتعلم اللغات حقيقه عشقي، اوكي، انا اتعلم اللغات، ويمكن هذا الدافع في انه لما يعني قبلت في جامعه الخرطوم عام 1974، اوكي، كنت اسعى لدراسه اللغه الفرنسيه ومعها قرينها اللي هو علم الاجتماع سوسيولوجي، اوكي. فاراد الله انه تخصصت في اللغه الفرنسيه، تخرجت باللغه الانجليزيه، ودرست قليلا من السوسيولوجي لانه لم يكن يسمح، اوكي، الـ يعني او العلاقه ما بين كلية الاقتصاد اللي كان فيها قسم الاجتماع وكلية الآداب أن تجمع بين الاثنين، هذا الكومبينيشن يعني ما كان متوفر. لكن استمر إحساسنا بحب اللغات، التعرف على الأدب، مثلا جوتا وأدبه وشعره، الأدب الفرنسي كله، وجامعة الخرطوم كمحضن كانت قوية صراحة. يعني إحنا اللي كان واحد يغطيه في سنتين في جامعة الخرطوم بالنسبة للأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي كان مهول. في المساء كنا نخرج مرتين في الأسبوع لنذهب إلى المعهد الثقافي الألماني اللي هو معهد جوتا، نتعلم اللغة الألمانية، وأمضيت في دراستها 3 سنين. فتقريبا يعني الواحد عنده اطلاع على الأدب العالمي، لكن في السنوات الأخيرة الواحد انشغل بالكرير. يعني طبيعة عملنا تحولنا إلى مجال إدارة التغيير، أوكي، الاهتمام بالعنصر البشري وإدارة المواهب الآن صارت من أقوى الأشياء اللي متوفرة حاليا كتركيز. فهذا الجانب، يعني هذه العلاقة بين اللغات كانفتاح أوكي على الثقافات الأخرى وتعلم منها وتقبلها والتسامح معها. يا سلام. طيب أنت ذكرت أنه من قبل يعني في التعليم حتى السلم التعليمي قديما كان سلم مليان كذا، الناس كانت بتدرس وبتستوعب كمان وبتطبق عمليا. الان تغير الحال، فتعددت الوسائط لاكتساب المعرفه، التكنولوجيا او غيرها من التفاصيل. فنتكلم عن جانب المكتبات اللي دائما كانت هي بتكون في المنزل عندما يكون الاب قارئ والام قارئه، يكون النج او الطفل قارئ ايضا. الى اي مدى يمكن ان تشكل المكتبات عموما رافد رئيس المعرفه من داخل الاسره كمان؟ انا احكي عن تجربه. اوكي. في الفترة احنا كنا فيها في الثانوية كان هنالك تحدي يومي، نذهب من بيوتنا في الربع الأول في مدينة الوضيد وحيها وحي أهلها، وننطلق إلى المجلس الثقافي البريطاني، نجلس هناك نحاول نخلص على الأقل 4 ساعات من الدراسة، الكلام ده في الإجازة الصيفية الاستفادة منها، والتحدي انك تكمل كتاب ابريدجد بالانجليزي اوكي في خلال يومك، تيجي اليوم الثاني تسلم اخر الاجازه، اللي كانت اجازه 90 يوم لابد انك تكون اكملت 90 يوم من عيون الادب الانجليزي. هذا كان التحدي بين جيلنا، ولذلك فعلا اللغه وجدت ما يدعمها، اللغه في اللغه الانجليزيه بالتحديد، وانا خريج لغه انجليزيه ولغويات، تاثرت بعدم وجود الليترتشر، عدم وجود كتب الادب. يعني زمان الواحد في ثاني متوسط بنبدا نقرا ذا ميل اون ذا فلوس، اوكي، جين اير اتسترا، اوكي. في جامعه الخرطوم مطلوب منك حوالي 25 كتاب، لكن ما بيكونوا ابريدج، بيكونوا فول تكست، اوكي. فهذا السبب. انا عندي قناعه انه الشخص يجود ما يركز عليه النظام. نظام التعليمي، اوكي، كلمه فوكس، يعني اذا في تركيز على تعلم اللغه المحكيه حيكون التركيز على اللغه المحكيه، على الجرامر حيكون التركيز على الجرامر على حساب اللغه المحكيه. انا اقصد المكتبات اللي انت ذكرت جانب مهم جدا على ذكر تجربتك يعني في المجال المكتبات العامه. صحيح. يعني المكتبات العامه والمكتبات المنزليه اللي بتساعد الانسان على انه ينمي مهاراته في كل مكان. لكن على ذكر هذا السؤال لانه مربوط به جدا، هل القراءه هي اكتساب ام تربيه من النج يعني؟ والله تربية، لأنه يعني أنا سافرت كثير، أوكي، فكل شخص سافر خاصة في الغرب يلاحظ أنه أول ما الشخص يدخل سواء كان يعني سيدة آنسة أم رجل
يفتح شنطته ويطلع كتابه ويواصل قراءته في يوم المكان اللي كان موجود فيه. فحبهم للقراءة رغم الآن إحنا بنتكلم عن تحديات الميديا وانشغال الناس بالتلفونات أو التابس إلى آخره، لكن إلى الآن ما زال افتتانهم بالكتاب كمصدر للمعرفة افتتان كبير. نعم. أوكي. خاصة في المطارات. إحنا قليل الآن أن يهدي إليك شخص. أنا أذكر والدي رحمه الله أهدى إلي مجموعة كاملة. أوكي. أوكي. وهذه المجموعة كانت للهاشمي عن أدبيات لغة العرب. فكانت بالنسبة لي يعني اطلاع على ابن الرومي وإلى آخره وبحسب الأبواب لأن كان مقسم إلى أبواب جميلة. جميل. قديما أو يعني في فترة زمنية برضو معينة كان بيقال إنه القاهرة تطبع الخرطوم تقرأ، والخرطوم عندما قرأت صنعت مفكرين وشعراء وأدباء وغيرهم. نتمنى إنه القراءة تستمر رغم والله مستمرة رغم الصراع التكنولوجي الكبير جدا ما بين الكتاب وما بين التكنولوجيا. لكن زيارة آسفة على المقاطعة، لكن زيارة الأخيرة للمعرض من يومين حالني أعداد الناس اللي حريصين صحيح. على أن يكونوا في المعرض ويختاروا كتب في الكتاب لن يذهب بريقه أبدا. طيب سريعا لأنه الزمن يمكن شوية مهيز عفنا. أزمة الطباعة والتوثيق للمطبوعات وغيرها بيعاني منها كل الكتاب على مستوى العالم، في السودان يمكن بصورة أكبر شوية. شنو الحلول الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟ والله حقيقة أنا يعني حاجاوب على الجزئية منها، لأنه أنا مثلا في الخارج طبعت كل الكتب، مثلا واحد في أبو ظبي والثاني في دبي وبوح الصندل للجمر في مكتبة المستقبل في عمان في الأردن. فما عندنا إشكالية، الإشكالية في التوزيع، إشكالية في التوزيع، إشكالية بالنسبة للمغترب إنه يكون على صلة أوكي حتى وإن كان كتب عن الوطن على صلة بالوطن وما يدور فيه. التوزيع كما حكى لي أحد كبار الناشرين إنه من يقرأ هذه الأيام شعر، اوكي من يقرا قصه، اوكي فاعتقد انه في تحدي هنا موجود. طيب استاذ احمد، انت لاربع عقود كنت خارج حدود الوطن العزيز والغربه، تاثير الغربه على كتاباتك الشعريه؟ تقريبا في سبيشلي في بوح الصندل للجمر وفيض الحناية في قصائد اوكي يعني تتحدث عن البعد واللوعه، ويعني هنا يحضرني يعني كثير من الاغاني خاصه من الشمال أهلنا الشاقية، يعني القصائد اللي كتبت لأمهاتهم أو الواحد فيهم بعد ما اغترب وجاء الخرطوم لها تأثير كبير جدا جدا، وبالتالي كانوا يعني هي جزء من مما عندنا. احنا شكرا لك كثير جدا، زمان انتهى ولا اسمع منه نص؟ نسمع نص تهدي لكم طيب. السادة المشاهدين اسمع منك نص ان شاء الله. نحن في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم مبارك. نعم. أوكي. واخترت نص في ديوان الجديد فيض الحناية اسمه في حضرة الله. نعم. أوكي. أقول فيه: ما بال شعرية لم يسعف ولم يجدي رغم اشتعال جزيئاتي من الوجد في حضرة الله أجثو ضارعا جزعا أرجو التجاوز عما قد جنته يدي من ذنوب ينوء بحملها قلبي زادت عن الحصر والتوصيف والعدد ما بين سعي وتطوافي بكعبته تهمي دموعي ويخشى خوفه جسدي لكنني بسماح الله ذو ثقة فالعفو أوفر عند الواحد الصمد. نعم الثقة بالله هي يعني أول سبب للنجاح أكيد. إحنا شكرا لك كثير جدا صحيح لينا على ذكر الجانب ده، ونحن نسينا حاجة كده لأنه نحن في مرحلة بتاع التغيير وبناء، وهو كمان يعني لديه اهتمام كبير جدا في مجال الموارد البشرية وإدارة التغيير. ما الحوجة الآن الماسة في مجال التغيير أيضا في مجال إدارة الموارد البشرية، خاصة نحن نتكلم عن عملية البناء، ولا شك أن عملية البناء تبدأ من بناء الإنسان. أنا التحقت بحكومة أبو ظبي كمستشار أوكي بحكم هذا التخصص، وكانت الميزة الأساسية اللي موجودة فيه إنه ركزوا على بناء الإنسان ورفع مقدراته وكفاءاته، وبالتالي بالنسبة لنا في السودان هذه هي مرحلة بناء الكفاءات، الاهتمام بالمواهب ومواهب في مختلف المجالات، لأنه 2% منهم يستطيعوا أن يضيفوا 85% من الإنتاج. نحن نحتاج للإنتاج، لكن لابد أن يبنى على توصيف واضح للوظائف، أوكي تحديد للمهام، و
بذل واستثمار في العنصر البشري، هذا هو الأساس للنجاح كما رأينا في الخليج. وأعتقد السودان له المقدرة على أن يسرع الخطى ويصل إلى حيث وقف الآخرون ويتجاوزهم بإذن الله. شكرا، كتر خيرك أستاذ الشاعر المستشار أحمد البدوي التني المتخصص في مجال الإدارة، إدارة الموارد البشري وأيضا إدارة التغيير. شكرا كثير، جزاك الله خير. أنا سعيد بأنه استضفتوني اليوم في قناتكم، وأشكر طاقم البرنامج، أوكي، وإن شاء الله نتعاون في المستقبل بإذن الله. شكرا، جزاكم الله خير. مشكورين.